يكون تحت تجربة ذاتية ذاتية، ويعني وخاصة في المواضيع اللي يعني تاع الحب. يعني هو ملي كيكون حتى تجربة ذاتية ما كيحاولش يعترف به بصفة عامة، واش ممكن تعطينا شي استفسار؟ هي الإبداع أولا خصو يكون ذاتي. لو كان نسولو نقول له هذه بشرى هذه اللي كتبت عليها تعرف ولا ما تعرفهاش، كان يقول لي تعرفها، غادي نقول له برافو مزيان، ما تكتبليش أنا في الفيرتوال عندك بشرى عرفتها. ممكن بشرى يكون اسم رمزي، ولكن لمسمى حقيقي اللي كنت انت عشت معاه وتفاعلت معاه وكتبت عليه. اي حاجه كتنطلق من الذات هي الحقيقه، حقيقه شخصيه، ما يمكنلكش تنطلق من خارج الذات. كاين اللي واحد كتقول له يقول لك، يقولوا له مثلا هو انت راك تقيس امور غير من خلال ذاتك، هو ما غادي يقيسها، يمكن يقيسها من خلال الذات ديالو. صحيح انه خص يعطي الاعتبار لما هو موضوعي، ولكن الجانب الذاتي خصو يحضره، يعني بشرط خص يحاول باش يحضر يعني الجانب العقلي في حكم الاشياء ولا في اعاده بناء الاشياء. اذا كانت مساله ابداعيه ضروري ينطلق من الذاتيه ديالو، لأن الذاتية وشنو هي؟ هي التجربة، التجربة الشخصية. إذا ما انطلقش، إذا ما كانش عنده تجارب، يعني شنو غادي يكون في النصوص ديالو؟ كل ما كانت عنده تجربة، كل ما كثف من التجربة ديالو، كل ما هذاك انعكس على النصوص ديالو، وهذيك النصوص ديالو أكيد لأن الشيء اللي عاشه غادي يعيشوه الناس، وكيقراوه الناس غادي يقراوه من زاوية مختلفة. يعني الشيء واحد، ولكن طريقة الحياة هي اللي مختلفة. لاحقاش كنلاحظوا يعني بحال رسالة بحال نقولوا مثلا محمود حكى على واحد القصة نتاع مع بوشرى، يعني تقدك نفس ديك التجربة كتنطبق على انسان اخر. وحنا ملي كنقرب بعض الكتب هكا يعني تنظيرية للشعر ولا كيقول لك الشاعر ما كيعترفش يعني بديك التجربة نتاع الحب بصفة يعني كاملة كاع، يعني ب 100%. كيقول لك كيحاول بحال كيبغي يردها رسالة عامة، يبغي يعممها على جنب الناس، وبالتالي يبقى يخصص، ثالثا لا يبقى يخصص راسو. هذاك هو مما يسمى القالب الشعري اللي كان الأستاذ قبيلة هضر عليه، كل واحد يبدا وكاين واحد القالب يوصلوا فيه، وكل واحد والأسلوب تاعه، أسلوب اللغة إلى غير ذلك، على حسب عاود المسائل اللي عنده، تجربة شخصية، لا ريشيس بيرسونيل. على حسب هذا ويوصلوا، لدرجة أن بعض الأحيان نقراو شي قصائد نقولوا سبحان الله بحال اللي كان عايش معاه، يعني نفس التجربة تلقاها تما، ولكن يمكن أنا كتبتها ولا أنت تكتبها بواحد الأسلوب مغاير، ولكن الفكرة واحدة والهدف واحد، والشعور اللي غادي ينتابونا جميعا واحد، لأن نفس التجربة، غير هو القالب والأسلوب مختلف، واللغة كاين باللغة العربية الإنجليزية الفرنسية إلى غير ذلك. كاين مسألة أخرى هي عبد اللي كيهضر الأستاذ قبيلة، قال بأن الشعراء هي في التراث الإنساني بصفة عامة، من نعرفوا الشاعر ولا المبدع ولا الفنان هو كائن شوية متميز عن الآخرين. اليونانيين كانوا كيقولوا هو مرتبة بين الإله والبشر، بمعنى هو رقى ديك العملية نتاع السمو اللي كنقولوها، بأن عنده واحد القدرة على ملامسة الواقع بحساسية مرهفة اللي تخليه بعد المرات الا لاحظتوا شي شاعر ولا من كيكتب شي حاجه بعدا شخصيا انا كتوقع لي بزاف، كيقول لك دائما كنت باغي نقول هكذاك وعمرها ما جاتني هذيك الهضره حتى قلتيها انت، عاد بقيت نقول الله قالتها مزيان، والناس كيبقاو يقول لك كتعرفي تختاري الكلمات، كتعرفي تهضري، وملي كتهضر كيقول لك حسيتي اكثر مني شي وضعيات، بحال مثلا هذوك النساء اللي معنفات وتهضري بحالها انت تهضري عليها، كتقول لك انا ما عمرني كنت غادي نلقى لي مول اللي لقيتيهم انت مثلا. هذه هبه من عند الله، انك عندك القدره تتمشي بعيد في الاحساس ديالك، وتمشي بعيد في اختيار الكلمات، يعني تقوم بواحد العمليه اللي الناس العاديين ما يقدروش يقوموا بها. وهنا فاش كتكون ديك القضيه نتاع من الخاص تولي عام، واحد الحاله الوجدانيه تعيشها وتخرج واحد الاغنيه رائعه ولا قصيده شعريه رائعه، الناس يعيشوها ويبقاو غير يتجننوا لداخل ما يقدروش يخرجوها بديك الطريقه. وعلاش يفرحوا بك كمبدع وكيعطوك واحد القيمه اجتماعيه محدده؟ حيت كيحسوا باللي راك تقول عليهم شي حوايج. دونك كاين علاقه ما بين الذاتي بحال واحد المصفات، انت صفيت واحد الاحداث وخرجت منها واحد الحاجه راقيه فنيه،
وهما كيعيشوها يوميا عاديا، اي بنت واي ولد راهم يعيشوا هذه الاحاسيس، ولكن اللي كيخرجها بهذه الطريقه فنيه وكيعطيها واحد الجماليه معينه حتى هما كيحسوا بلي هزيتهم، بلي داكشي ماشي غير ديبيز اللي راهم يعيشوه، سي كلكو شوز دو بو واللي ايترنال اللي كاع الانسان يقدر يعيشها. دونك هنا الخصوصيه نتاع الفن. كنت واحد